بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة المتابعين لهذه الفقرات المتعلقة بتعلم اللغة الفرنسية من خلال هذا الكتاب، كتاب بيرليغ اي كومبخوندر. طبعا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرات المتعلقة بالصوت ج. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هذه الأصوات أغ إغ إيغ أوغ إيغ أغ إغ إيغ أوغ إيغ. مثلا هنا regarde la ferme sa porte bleue ses murs gris. regarde la ferme sa porte bleue sa porte bleue ses murs gris. regarde la ferme. voilà c'est la ferme. alors regarde, bien sûr c'est le verbe regarder conjugué à l'impératif. اذا نتكلم عن فعل نظر مصرف الامر. اذا عندنا هنا regarde la ferme. regarde la ferme. regardons tout d'abord cette image. cette image que représente-t-elle? cette image bien sûr représente la ferme. regarde la ferme. انظر الى المزرعه. sa porte bleue. sa porte bleue. sa porte bleue. c'est-à-dire regarde sa porte bleue. sa porte bleue. c'est-à-dire regarde sa porte bleue. إذن عندنا هنا انظر المزرعة. انظر المزرعة. ثم sa porte bleue. بابها الأزرق. بابها الأزرق. المقصود بها regarde sa porte bleue. انظر بابها الأزرق. ثم ses murs gris. ses murs gris. c'est-à-dire regarde ses murs gris. إذن طبعا عندنا هاد روغارد كما نقول أنها تتشمل كل هاد الكلام الذي سيأتي بعد. روغارد لا فيرم فاصلة سا بورت بلو فاصلة سي مير غري. إذن بحال هاد روغارد مفرقة على هاد العبارات كلها. إذن بدل أننا نقول روغارد لا فيرم روغارد سا بورت بلو روغارد سي مير غري. إذن ماذا نقول؟ طبعا نستعمل لو فيرب روغاردي مرة واحدة ثم نعدد هاد الأشياء. إذن روغارد لا فيرم سا بورت بلو سي مور غري. إذن ثم عندنا سير سير فير بور مور فير غار. طبعا عندنا هنا سير فير هادي إلا كانت في أول الكلمة في وسط الكلمة. طبعا في بعض الحالات غلقوا بعض الأفعال مثلا أو بعض الكلمات أسماء منها أسماء أنها تتنتهي بأو آغ. طبعا تنطق مثل أي تنطق مثل أي. مثلا إلا خضينا لو فيرب بونسي بونسي يعني فكرة. إذا طبعا هاد الفعل تنتهي بأو آغ تنتهي ب اس او ار بونسي. الى خدينا مثلا لو فيرب كاسي الى خدينا لو فيرب كاسي هاد الفعل ايضا تنتهي ب اس او ار. اذا كما تنشوفوا انه تنطق سي. تلقوا بعض الكلمات انها تنتهي ب او ار بحال كلمه لوفير. لوفير يعني الحديد. لوفير تكتب هكذا وتنطق هاد او ار تنطق هكذا لوفير تنطق هكذا لو فير لو فير لو فير. طبعا بعض الحالات ممكن اننا نجد هاد او ار في اخر الكلمه في بعض الافعال ربما في بعض الكلمات انها تنطق اي على حساب المتعود عليه في اللغه الفرنسيه. طبعا الى خدينا مثلا لو فيرب ايتوفي يعني خنقه. اذا كما تلاحظوا بان هاد الفعل تنتهي اف او ار وتنطق في. لكن هنا طبعا سنأخذ هذه الحالة التي عندنا هنا التي تنطق فيها أو آغ. إذا عندنا سير فير بور مير فير غار لا غروس بول شيرش دي فير دون لارب. فوالا سيت اون بول سيت اون
غوس بول. لا غوس بول شيرش شيرش دي فيغ. شيرش دي فيغ. شيرش دي فيغ دون ليرب. فوالا سي ليرب. اذا نتكلم على العشب، ليرب هو العشب. اذا الدجاجة الضخمة تبحث عن ماذا في العشب؟ تبحث عن الديدان. اذا هنا لا غروس بول شيرش دي فيغ. شيرش شيرش بيان سور هنا لو فيرب شيرشي. هنا لو فيرب شيرشي كونجوغي او بريزون. اذا عندنا فعل بحث مصرف في البريزون، مصرف في الحاضر. كانها الدجاجة انها تبحث الان. لا غروس بول شيرش دي فيغ دون ليرب. لا غروس بول شيرش دي فيغ دون ليرب. اذا الدجاجة الضخمة تبحث كما نقول ديدان. المقصود انها تبحث عن ديدان دون ليرب في العشب. Ensuite, nous prenons ce paragraphe où il y a des mots avec ar, er, ir, ur et or. Nous prenons tout d'abord les mots avec ar. Par exemple, le car. Le car. Le car. Bavard. 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 Adjectif ou nom. نتكلم عن نعت أو اسم qui aime parler. إذا نتكلم عن الشخص الذي يحب الكلام. كي بارل بوكو. كي بارل بوكو. الذي يتكلم كثيرا. إذا نقول عنه بافار. لو كار نتكلم عن السيارة. بافار كما نقول ترتار، أنه كثير الكلام. ومنها لو فيرب بافاردي، أنك تتحدث كثيرا تترتر. ثم لا بارب. لا بارب اللحية. لو بيفار. لو بيفار تكلمنا عن هذا فيما سبق. نتكلم عن الورق النشاف. لو بيفار. ثم إلي طار. إلي طار. إلي طار. إلي طار. أنه متأخر. في الغالب نستعمل هذه العبارة لنقول بأن الوقت قد تأخر، كما نقول أننا متأخرون في الوقت. إذن إلي طار. Nous passons au mot avec ER. Par exemple, la ferme. Faire. La ferme. La ferme. La ferme. Voilà. C'est la ferme. Regarde la ferme. Regarde la ferme. La ferme. Le fer. D'accord, on a dit le mot avant قليل. Le fer. Le hadid. Thomas. Le verre. Voilà des verres. La grosse poule cherche des verres dans l'herbe. La grosse poule cherche des verres dans l'herbe. Et donc voilà le verre. Le verre. Et donc tu connais Douda. Ou mais je peux voir. Et donc tu connais le verre. Thomas. Le cerf. Le serpent. Le serpent. Voilà. C'est le serpent. Voilà, c'est le serpent. Le serpent. Thomas, la mer verte. La mer verte. Al-Bahr, Al-Akhdar. La mer verte. La mer verte. طبعا نتكلم عن الكلمة مؤنثة. سنقول عنها خضراء. سنضيف la mer verte. Ensuite, nous passons au mot avec ir. Par exemple, finir. 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 Et donc, on parle d'anha. C'est le verbe finir. Hada, fi'l anha. Naqul j'ai fini. Naqul matalan, j'ai fini. أنا أنهيت. Tu as fini. أنت أنهيت. إذا نسأل مثلا as-tu fini ton travail؟ هل أنت أنهيت عملك؟ إذا نستعمل لو فيغ فينيغ.
نستعمل لو فيرب فينير. طبعا هو فعل ينتمي للمجموعة الثانية. إذن هو فعل ينتمي للمجموعة الثانية. نقول جو فيني، تو فيني، إيل فيني، نو فينيسون، نو فينيسون، فو فينيسي، إيل فينيس. إذن هاد دو زاس تتزاد في الصرف مع نو، مع فو، مع إيل أفيك إس، حتى في لامبارفي تنسمعو هاد دو زاس. إذن الفعل أولا تينتهي بإي إر، هذا الشرط الأول. أولا الفعل تينتهي بإي إر. الشرط الثاني، الشرط الثاني تنسمعو هاد دو زاس. ملي تنبحثو في الصرف ديال الفعل تلقاو هاد دو زاس اللي سمعنا الآن، وبالتالي تنحكمو على الفعل بأنه تينتمي للمجموعة الثانية. أما لما سمعناش دو زاس واخا يكون عندو إي إر تنديو للمجموعة الثالثة. بحالاش؟ بحال لو فيرب بارتيغ، بحال لو فيرب بارتيغ. نقول مثلا نو بارتون، معانو نقول نو بارتون، جو بار، تي بار، إيل بار، نو بارتون، فو بارتي، إيل بارت، فو بارتي، إيل بارت. إذن هنا لا نقول نو بارتيسون، أو بيان فو بارتيسي، أو بيان إيل بارتيس، بل نقول نو بارتون، فو بارتي، إيل بارت. إذن كما تنشوفو بأن الفعل رغم أنه تينتهي في لانفينيتيف ديالو، تينتهي بإي إر، لكنه ما حققش هنا دو زاس، وبالتالي هاد الفعل غيمشي للمجموعة التالتة. إذن على عكس لو فيرب فينيغ، لو فيرب فينيغ أنه تينتهي للمجموعة التانية. أبخي أون لو فيرب صالير، أبخي أون لو فيرب صالير، صالير. نقول عن شخص بأنه صال، نقول عن شيء بأنه صال، يعني أنه متسخ. لو فيرب صالير ستادير روندر كيلكو شوز صال، يعني أنك تجعل شيئا ما متسخ. ثم تونير، تونير. باغ إكزومبل جو تيان لو ستيلو، أنا آخذ القلم. إذا لو فيرب تونير أنك تتاخد، هذا معنى لو فيرب تونير، لو فيرب تونير. إذا يقول لك شخص تيان، تيان يعني خد. ثم لو فيرب فينير يعني جاء، إيل فيان يعني هو يأتي. إذا نتكلم عن لو فيرب فينير. طبعا هاد الفعل هيدا، هاد الفعل أيضا تيجي كمساعد، تيجي كمساعد في واحد الزمان اللي تيتسمى لو باسي ريسون، لو باسي ريسون. نقول مثلا جو فيان دو سورتيغ، جو فيان دو سورتيغ، أنا خرجت قبل قليل. أو نقول مثلا إيل فيان دونتخي، إذن هو دخل قبل قليل. على كل حال نتكلم هنا على لو فيرب فينيغ، يعني فاش يكون بعدو يعني أتى. ثم عندنا بارتيغ، بارتيغ انطلق أو ذهب، بارتيغ. ومنها كلمة لو ديبار، ومنها كلمة لو ديبار، لو ديبار الانطلاق. البعض يقول عملنا الديبار مع السادسة مثلا. إذا نتكلم عن لو ديبار يعني الانطلاقة، ومنها هذا الفعل الذي عندنا هنا اللي هو بارتيغ. ثم عندنا فينيغ، فينيغ يعني عقبة، ومنها كلمة لا بونيسيون، لا بونيسيون يعني العقوبة. إذا عندنا هنا فينيغ. ثم غرانديغ، غرانديغ c'est-à-dire devenir plus grand، يعني grandir أنك تصبح أكثر كبارا، أنك تصبح أكبر، المقصود كبرة. وممكن أن لو فيرب grandir يعني faire paraître، faire paraître quelque chose plus grand، أنك تعمل على إظهار شيء أكبر، أنك تتكبر شي حاجة. إذا لو فيرب غراندير، لو فيرب غراندير ممكن أنه يعني devenir plus grand، أنك تصبح، أنك تصبح أكبر، أو بيان faire paraître quelque chose plus grand، أنك تعمل على إظهار شيء ما أكبر، المقصود أنك تتكبر شي حاجة.
تضخمها. إذا نتكلم على لو فيرب غروندير. انسويت اون دي مو افيك يور، اون دي مو افيك يور باغ اكزومبل لو مور، لو مور. اون ديجا في لي مور غري، لان راينا الجدران الرماديه. لو مور المقصود به الجدار. ثم لا سوب اي سور لا طابل، لا سوب اي سور لا طابل. اذا الحساء هي فوق، هي فوق المائده. ثم دي فان بور، دي فان بور. كما نتكلم عن خمر صافي، كما نتكلم عن من الخمر الصافي او خمر صافي. طبعا كما قلنا بان الخمر هو من المحرمات في الشريعه الاسلاميه. اذا المسلمين ما تيشربوش الخمر، وكما يقول القران الكريم بان في الخمر في منافع وفي مضار، ولكن المضار ديالو اكثر من النفع ديالو، المضار ديالو اكثر من النفع ديالو، انه تاثر على الجسم ديال الانسان وتجعله الكوليزي، انه تاثر على الجسم ديال الانسان وتؤدي الى امراض، ثم يؤدي الى عواقب. اذا على كل حال دي فابور، اذا نتكلم عن خمر صافي. اي اون فا اون دي مو افيك اور باغ اكزومبل لا بورت، نتكلم على الباب. ابخي اون لو فيرب دورمير، عندنا فعل نامه لو فيرب دورمير، لو فيرب دورمير، دورمير. اذا عندنا فعل نامه، ثم عندنا ابورت، ابورت، ابورت. طبعا هذه الصيغه من صرف لو فيرب ابورتي، يعني انك تجلب، انك تجلب. ثم عندنا لو فيرب سورتيغ، خرج، لو فيرب سورتيغ، خرج. ثم فراب فور، طبعا فراب هذه الصيغه من صرف لو فيرب فرابي، طبعا في الامبيراتيف في الامر، نقول لشخص مثلا فراب فور، اضرب بقوه، اضرب بقوه، اضرب بقوه، فراب فور، اضرب بقوه. اذا نريد لو كار، بافار، لا بارب، لو بيفار، إلي طار، إلي طار، لا فيرم، لو فير، لو فير، لو سيربون، لا مير فيرت، فينير، سالير، تنير، فينير، بارتير، بينير، غروندير، لو مير، لا سوب. Est sur la table, la soupe est sur la table, du vapeur, la porte, dormir, apporte, apporte, sortir, frappe fort, frappe fort. نستأنف الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.